بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كل الترحيب بحضراتكم أخواني الباحثين الحضور الأكارم، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم في هذه الساعة المباركة، وأن نستطيع من إيصال المادة العلمية لهذه المحاضرة. محاضرتنا اليوم تحت عنوان تأثير المساهمة البحثية في النشر الرصين، The Impact of the Research Contribution on Optimal Publishing. سنتناول في هذه المحاضرة الفقرات التالية: مقدمة عن البحث العلمي، المساهمة البحثية، طرق إثبات المساهمة البحثية في العمل البحثي، تطوير المساهمة البحثية في العمل البحثي، استثمار المساهمة البحثية، تحول المساهمة البحثية إلى براعة اختراع، ووقفات مع براعة اختراع في الوطن العربي. وسنتطرق في المقدمة عن البحث العلمي لتعريف البحث العلمي، أنواع البحث العلمي، أنواع المقالة في البحث العلمي، وعناصر الإطار العام للبحث العلمي. أما في المساهمة البحثية سنتطرق لتعريف المساهمة البحثية، أنواع المساهمة، المساهمات في البحث العلمي، متطلبات كتابة المساهمة البحثية في المقالة أو الأطروحة، كيف يتم الإشارة إلى المساهمة البحثية في المقالة. أيضا هناك استبيان أرجو من حضراتكم المشاركة به، وسوف أضع رابط الاستبيان على الشات. هذا الاستبيان فيه أسئلة عن المحاضرة، سيتم مناقشة نتائج الاستبيان في نهاية المحاضرة للمساعدة بإيصال فكرة المحاضرة وما هي المساهمة البحثية وكيف نطورها بإذن الله عز وجل. وأنتظر إجاباتكم حول استخدام الرابط إذا بي إشكال حتى نداركه، إن شاء الله هو مفحوص بإذن الله عز وجل. أخواني الأعزاء، البحث العلمي هو عملية محددة لتحقيق أهداف معينة لإيجاد نتائج جديدة تعزز المعرفة البشرية. هذا بصورة عامة تعريف البحث. أما البحث العلمي فهو يهدف إلى الكشف عن شيء، أو شرح كيفية عمل شيء معين، أو لماذا تحدث أحداث معينة، happens, scientific happens. ينتج من خلال هذه الأمور اختبار ظاهرة وتحديد نتائجها وإعادة إنشائها، لتتيح بعد ذلك باستخدام منهجية الكتابة البحثية بالنتاج مؤلف بحثي، كان يكون كتاب، فصل في كتاب، مقالة بحث علمي، مقالة مراجعة، إلى آخره، ريبورت، إلى آخره من مفردات. أما أنواع البحث العلمي إخواني الأعزاء فهي كثيرة، لكن يمكن إجمالها بشكل عام بما موجود أمامكم: البحث في التحقيق في نظرية التأصيل للمواضيع البحث العلمي، والبحث التاريخي، وبحوث في دراسة الظواهر، أي ظواهر، كانت تكون ظواهر مستحدثة أو ظواهر قديمة أو ظواهر كانت تكون بمختلف العلوم، ظواهر جغرافية، ظواهر تاريخية إلى آخره، ظواهر الكلاميتي مثل ظاهرة كوفيد 19 إلى آخره. البحوث الأساسية والبحوث في تأكيد النتائج، وهذه نوعية مهمة من أنواع البحث العلمي، يطرح باحث من الباحثين نتائج عملية ويقوم بطرح الهيدلاين، الخطوط العريضة لهذه النتائج، يقوم باحث آخر بتأكيد هذه البحوث من خلال تحقيقها، عمل فاليديشن لهذه البحوث. والبحوث التطبيقية والبحوث الوصفية والبحوث الأنثروغرافي والبحوث التجريبية والبحوث الاستكشافية، كل هذه هي أنواع من البحث العلمي. المقالات في البحث العلمي: مقالات البحث الأصيل اللي هي
research articles ومقالات المراجعة review article وتقارير أو رسائل قصيرة report أو short report والcase study دراسات الحالة والmethodologies اللي هو منهجيات البحث. كل هذه طبعا هناك مجلات خاصة مثلا المقالات الريفيو، هناك جورنال ريفيو تقوم بالنشر فقط مقالات الريفيو. غالبية المجلات العلمية تنشر الريسيرش ارتكلز المقال البحثي ومقالات الريفيو، لكن الريبورت والكيس ستدي هي تنشر بمجلات تسمى باللتر لأنها قصيرة تكون عادة من صفحتين أو 4 صفحات على الماكسيمم على الأغلبية، هي والميثودولوجيز المنهجيات البحث. ما هي الأسباب اللي توجب علينا التعرف على عملية البحث العلمي؟ الأسباب أنه يجب علينا التحقيق والمعرفة بعملية البحث العلمي وبأركانها. راح نشوف مع حضراتكم أنه أركان البحث العلمي 3 يجب أن نتعرف عليها، اللي هي المساهمة البحثية وكتابة العمل البحثي ونشر العمل البحثي. هذه ركائز 3 أساسية يقوم عليها البحث العلمي. ليش يجب علينا معرفتها؟ لأن تعلم القواعد الأساسية لإنتاج البحوث العلمية الرصينة، لأن أنا إذا ما عندي هذه الباك جراوند ما يمكن أنه أكتب بحث رصين. ليصبح الباحث مستثمرا مهما للمعلومات المنشورة، لأن أنا كما تقول الحكمة أنه يجب قبل أن تكون كاتب جيد يجب أن تكون قارئ متميز. أنا من أجد مقالة بحثية، كيف أستثمر هذه المقالة؟ كيف أستفاد من الريزلت المنشورة؟ كيف أستفاد من الأناليسز الموجود؟ هذا فن من فنون البحث العلمي لتنمية قابلية الباحثين في التفكير النقدي والتحليلي. أنه أنا من أكون قارئ متميز أقف عند وقفات التحليل اللي هي مفتاح للفيوتشر وورك. أنا إذا أكون بتفكيري ناقد وتحليلي راح أتمكن من أنه أجد النتائج البيست الأفضل نتائج قدمت بهذا البحث وين مكانتها بالبحث العلمي لرفع مستوى القابلية على تقييم البحوث العلمية. حتى تكون محكم جيد يجب أنه تكون قبلها قارئ جيد وبعدها تكون ناشر جيد وبذلك تكون محكم جيد. ضروري جدا لبرامج الدراسات العليا، أنا إذا أطمح أنه أكون بوست جراجويت يجب أنه تكون عندي باك جراوند بمسألة البحث العلمي لرفع قابلية الباحثين على نشر بحوث الاستثمار العلمي. وهذا إحنا كباحثين عرب اعذروني على هذا النقد عندنا خلل كبير بهذه المسألة. إحنا عندنا باحثين جيدين لكن ما عندنا مستثمرين للبحث العلمي. أنا كباحث علمي يجب أن أكون مستثمر لهذا اللي دا أنجزه من أعمال. هذا أيضا فن من فنون البحث العلمي. وإن شاء الله لنا محاضرات أخرى بكل جزئية من هذه الجزئيات اللي أشرنا إليها سابقا. عناصر البحث العلمي أخواني كما معروض أمام حضراتكم هي 10 عناصر اللي هي يتم كتابة، هي الهيدلاين بكتابة البحث العلمي، عنوان البحث، وكان تكون بحث الريسيرش أرتيكل أطروحة كتاب، هو إلى عنوان. أيضا المقدمة، مقدمة البحث، المقدمة هذا جزء أساسي. مشكلة البحث البروبلم ستيتمنت وهو جزء أساسي من أجزاء كتابة البحث العلمي. أهداف البحث، أهمية وحدود البحث، فرضيات البحث، متغيرات الدراسة، منهجية الدراسة ومصطلحات البحث والدراسات السابقة الليترشر ريفيو. هذه 10 أجزاء أساسية من كتابة البحث العلمي. راح نتعرف وين تكون الكونتريبيوشن. راح نشوف أنه الكونتريبيوشن المساهمة البحثية يشار لها بصورة غير مباشرة في بعض الفقرات، يشار لها بالمقدمة وبأهمية حدود البحث وبفرضيات البحث وبمصطلحات البحث وبدراسات السابقة، يشار للكونتريبيوشن بصورة غير مباشرة. لكن بصورة مباشرة يشار بال5 أجزاء الرئيسية الأخرى وهي عنوان البحث. يجب أن يكون عنوان البحث فيه دلالة واضحة على الكونتريبيوشن المقدم بهذا البحث. مشكلة البحث يجب أنه يشار للكونتريبيوشن
بالبروبلم ستيتمنت. اهداف البحث يجب ان تكون الاشاره واضحه الى الكونتريبيوشن، ومتغيرات الدراسه يجب ان يشار للباراميترز لهذه الكونتريبيوشن. وراح نشوف الفلو شارت القادم كيف انه يتم تحليل وايجاد الكونتريبيوشن، والميثودولوجي يجب ان تكون قائمه على الكونتريبيوشن. تعريف الكونتريبيوشن اخواني، الكونتريبيوشن اخواني هو يمثل مقدار المعلومات المنهجيه التي تقدم لاثراء جانب من جوانب المعرفه في علم من العلوم. انا الان تخصصي انتليجنت كنترول سيستم، انظمه سيطره ذكيه. من اتكلم عن كونتريبيوشن اتكلم عن شيء اضيفه لهذا العلم. كونتريبيوشن يساهم بحل مشكله، يساهم بتطوير منهجيه معينه، يساهم بايجاد اناليسز معين يدعم الباحثين بايجاد تفسير لكثير من الظواهر. هذه الكونتريبيوشن. الكونتريبيوشن تكون بالمعلومات المنهجيه، الدراسات المقدمه بدون اثبات علمي مبني على قواعد استنباط صحيحه، اثراء الجوانب المعرفيه شمول جميع انواع الاعمال البحثيه النظريه والعلميه بالتحليل، علم من العلوم شمول جميع التخصصات من العلوم التطبيقيه. هذه القواعد الاساسيه بالكونتريبيوشن. انواع المساهمات البحثيه، المساهمات البحثيه اخواني كثيره، اوردت منها سبعه فقط واشرت الى ثلاثه منها تكون بمستوى ابتكار، يعني تكون براعه اختراع. من هذه؟ نظريه جديده لشرح او حل مشكله ظاهره جديده، تظهر ظاهره علميه جديده، يتم ايجاد نظريه لتفسير حل هذه الظاهره، هذا يكون بمستوى ابتكار. نظريه جديده لشرح ظاهره قديمه، وربما تتضمن ايضا مقارنه بين النظريه الحاليه والجديده ضد بعضها. احنا عندنا ظاهره صار بها كونتريبيوشن، احنا كوفيد 19 هو ظهر بالثمانينات باسم سارس 2 اللي هو فيروس قبله، تطور ظهر لنا كوفيد 19، ما كان تاثير سارس 2 مثل تاثير كوفيد 19. هذا من نجي نعمل نظريه جديده لشرح هذه الظاهره القديمه وربطها بكوفيد 19 تكون بمستوى ابتكار. توسيع عمل نظريه او طريقه جديده في علم من العلوم، هذه ايضا تكون بمستوى ابتكار، لانه صح ان وجدت نظريه، مثلا احنا عندنا بالذكاء الصناعي الارتفيشال نيورال نتورك. الارتفيشال نيورال نتورك علم او نظريه ظهرت عام 1949، لكن ايش وقت بدات وخمد هذه النظريه؟ ما صار لها توسع ولا صار لها ابلكيشن، لكن بمنتصف الثمانينات ظهر تطبيقات وظهرت حلول للارتفيشال نيورال نتورك، فهذا بمستوى ابتكار. المساهمات التحقيقيه اللي نقوم بتحقيق نتائج معينه، نشرت هذه النتائج سابقا بفاليديشن. والمساهمات التكامليه تحقيق نتائج بجوانب شموليه اكثر، اني كتبت مقاله بحثيه بأنظمة السيطرة الذكية وناقشت عنصر واحد من عناصر التصميم اللي هو كان تكون الريابوليتي الموثوقية، اللي هي بالكواليتي كنترول نسبتها احنا نقول نسبة ألفية، يعني من ألف نموذج يسمح بالخطأ بنموذج واحد. فالآن أتي بالتصميم الثاني وأناقش موضوع الأكيوريسي، هذه مساهمة contribution. مراجعة تكاملية لأي تطبيق من التطبيقات العلمية، أنا أعمل ريفيو للإنترجنت كنترول سيستم لأنظمة السيطرة الذكية، وأشبع هذا الريفيو بالتحليل والوقوف على نقاط القوة والضعف في جوانب هذا العلم، راح تكون أيضا contribution. التوليفات الكبرى التي تدمج النظريات السابقة معا، أعمل كولكشن واربط ما بين النظريات واخرج باستنتاجات، هذه تكون ايضا كونتريبيوشن. بعد ان تعرفنا على انواع الكونتريبيوشن، كيف اعمل كيف اجد الكونتريبيوشن؟ ما هي الخطوات الاساسيه؟ كثير من الباحثين
وكنا من بدينا نريد نكون بوست جرادويت، وخصوصا بمرحله الدكتوراه من نبدي نبحث عن مشكله البحث نقف في امام هذه الجزئيه، لانه ما عندنا كونتريبيوشن. شنو الكونتريبيوشن اللي اجده واحل به بروبلم ستيتمنت وابني عليها البروبوزال مالتي بالبي اتش دي؟ اذا نلاحظوا راح نستعرض مع حضراتكم هذا الفلو شارت اللي امام حضراتكم، راح نشوف العمليه سهله، وراح نشوف انه اي واحد بينا لديه كثير من انواع الكونتريبيوشن، لكن هو مدى يجد خارطه الطريق للوصول الى هذا الكونتريبيوشن. الكونتريبيوشن يبدا اولا بطرح الاسئله، لماذا، كيف، الى اين، متى. هذه الأسئلة هي اللي يجب أن تطرح في عندما أفكر أنه أريد أجد contribution حتى أبدي بكتابة مقال بحثي. الاطلاع على الدراسات السابقة، أنا بعد ما طرحت على نفسي هذه الأسئلة أريد لها إجابات حتى أعرف لوين وصل العلم وأبني أنا contribution مالتي. فيجب أنه أعمل literature review، وهذا literature review يجب أن يكون دقيق وشامل، دقيق، أحرص على جمع كل النشريات السابقة وشامل بالفترة الزمنية وبجوانب النشر. بناء فرضية المساهمة، بعد ما أنا اطلعت على الدراسات السابقة أقدر أكتب الهيدلاين لفرضية المساهمة. أنا الآن وجدت أنه بأنظمة السيطرة الذكية الضبابية اللي هي الفازي كنترولر يوجد مثلا خلل او مو خلل، ضعف في هذا المساله بكيفيه اختيار الرولز، القوانين لمشاكل مثلا الروبوت الانسان الالي. فهذا اول هيدلاين ممكن ابناه بفرضيه المساهمه. وهكذا الخطوه اللي تليها اجراءات الاختبارات النظريه والعمليه طبعا نبدي، يجب انه نبدي بالمحاكاه بالسيموليشن ثم بالجوانب التطبيقيه. نتائج الاختبارات راح تكون فيصل بهذا الموضوع. إذا كانت إيجابية نعم، فنبدأ باستثمار النتائج الإيجابية بالتحليل والاستنتاجات. راح نطلع بتحليل واستنتاجات. هذه التحليل والاستنتاجات إذا كانت متطابقة مع الفرضية اللي أنا فرضتها بالبداية، فإذا أنا نجحت بإيجاد الكونتريبيوشن مالتي وأبدأ بالمباشرة بتضمين الكونتريبيوشن مالتي كعمل بحثي. إذا لم يكن متطابق مع الفرضيات ابدي اسوي ادابتيشن على الفرضيه مالتي باتجاه الاستنتاجات اللي انا طلعت منها بالنتائج، لان هذه النتائج خصوصا النتائج العمليه لا تقبل الشك، هذه قطعيه الثبوت. لذلك مجرد ما اعمل تيوننج للفرضيه اللي انا عملتها. اذا كانت الاختبارات اللي انا اجريتها بالسيموليشن او بالبراكتيكال هي غير ايجابيه، ف ارجع على الفرضيه واشوف الاخطاء. ممكن تكون الاخطاء بالاختبارات، وممكن تكون انا رايح درفت بمساله فرضيه الكونتريبيوشن. فنشوف انه هذا الفلو شارت من ابدي بخطواته يكون عمليه ايجاد الكونتريبيوشن سهل جدا. متطلبات كتابه المساهمة البحثية في المقالة أو في الأطروحة، كيف أكتبها؟ أخواني الأعزاء، الكونتريبيوشن يكتب ما بين 250 إلى 500 كلمة، ونوضح به الأمور التالية. يعني طبعا هذه 250 إلى 500 هي عرفا، لكن يجب أنه ما يكون أكثر. ليش ما يكون أكثر؟ لأن أخواني القارئ، أنت الآن من تكتب مساهمة بحثية معرض إلى ثلاثة أنواع من القراء. القارئ الأول هو Chief Editor اللي هو رئيس التحرير أو رئيس دار النشر اللي راح تقدم إليه. هذا غالبا طبعا العلم بالمتلقي، العلم بحال المتلقي، هذا يعني واحد من شروط انه انت تكون كاتب جيد. لذلك انت حتى تكون داعيه جيد يجب ان تعلم بحال المدعو.
لذلك أنا من أكتب يجب أن أعرف من هو القارئ مالتي. فأول قارئ راح أتعرض له هو الشيف إنديتر. القارئ الثاني من هو؟ هو الريفيورز المحكم. ثم جمهور القراء اللي هو هم اليوزرز عندنا، المستخدمين لمقالتك البحثية أو كتابك أو أطروحتك. لذلك هذا القارئ، كل هذول الثلاث أنواع من القراء، الكونتريبيوشن يحتاج لتركيز. يعني أنا الآن إذا جيت أقرأ مقال جديد حتى أوجد الكونتريبيوشن مالته أحتاج أركز أكثر من القراءة العادية. هذا التركيز من يكون بمقال طويل أكثر من 500 كلمة يضيع الفكرة الأساسية. لذلك يجب أن تطرح الفكرة الأساسية للكونتريبيوشن مالتك للمساهمة، وتطرح الأمور التالية اللي راح نقولها بهذا العدد من الكلمات. تحديد وبوضوح تام الإجابة عن التساؤلات في المواضيع البحثية اللي تطرحها. أنا إذا أطرح contribution بنظام سيطرة ذكي، نظام السيطرة الذكي من شروطه أنه شو يكون؟ يكون high reliability، عالي الموثوقية، more accurate، أكثر دقة، و cheap، رخيص. إذا فهذه أول تساؤلات يتساءلها المتلقي أو المهتم بالintelligent control system، فيجب أن أراعيها. مكانة بحثك ضمن المعرفة الموجودة وين؟ أنا هذا الكونتريبيوشن، إذا أنا هذا الكونتريبيوشن ما وصل لأحد سابقا، ما أتردد بكتابة كلمة نوفل، جديد، مبتكر، براءة، اختراع، ما أتردد، لأن أنا الفيرست في هذا الأمر. يجب أن نشرح شيء يضيف هذا الكونتريبيوشن. هذا الكونتريبيوشن حيحلي مشكلة رئيسية. احنا طبعا اخواني كباحثين يجب ان نفرق ما بين البروبلم والبروبلم ستيتمنت، لانه البروبلم هي المشكله العامه. الان احنا مثلا بانظمه السيطره الذكيه عندنا مشكله الدقه، هي مشكله عامه، لكن من اجل على تطبيق معين هو ما يحتاج دقه. اذا اتكلم على روبوت سيرجري، يعني روبوت جراحه، من اتكلم على روبوت الجراحه الفيرست باراميترز، العامل الاول هو الدقه. من اقول اني وجدت تطبيق أو solution ل سيرجري روبوت اللي هو روبوت الجراحة، والدقة هي نانوية، يعني في 10^-9، هذا أمر يدعى إلى أنه يذكر، لأنه هذا نقطة جذب للقارئ وبيان مكانة الكونتريبيوشن مالتك وسط هذا العلم. كيف وين يتم الإشارة؟ بالمقدمة أوضحنا أنه المقالة الكونتريبيوشن يشار إليها بعشرة مكانات، خمسة منهم إشارة جزئية وخمسة منهم إشارة دايركت. يجب أنه تكون متضمنة حتى تكون مقالك ناجح، حتى تكون كتابك ناجح، حتى تكون أطروحتك واضحة للتحكيم وللقراء اللي زملائك اللي يتون بعدك بوست جراجويت. يجب أنه تذكر وين الكونتريبيوشن، يكون واضح الدلالة بعنوان المقالة. ليش؟ لأنه طبعاً ويجب أن يطرح بالعنوان الأمور التالية: نوع المساهمة، نظرية، تطبيقية. ما معقولة أني دا أعمل practical implementation لمنظومة معينة وما أذكر بالعنوان. هذا إجحاف لشغلي، لعملي. يجب أن أكتب real time، أو أكتب يعني تنفيذ الزمن الحقيقي، أو أكتب practical، أو أكتب implementation. لذلك يجب أن يشار الأمور التالية: نوع المساهمة، درجة المساهمة، novel، أكتب بالعنوان novel، والمجال التخصصي، يعني وين دا العلم، المكان اللي أنا دا أشتغل به. يجب أن تتضمن هذه بعنوان المقالة الإشارة للcontribution. وبالابستراكت، الابستراكت يجب انه يخصص. الابستراكت عرفا هو من 150 الى 250 كلمه، 30 الى 70 كلمه يجب انه تكون لشرح الكونتريبيوشن. مقطع كامل باراجراف من 4 أسطر او 5 أسطر هو لشرح الكونتريبيوشن مالتك، المساهمه البحثيه. ويجب انه تبين افضل نتيجه توصلت لها، افضل استنتاج توصلت له بهذه
الأربعة أسطر. أيضا بالكلمات المفتاحية أخواني يجب أنه تشير إشارة واضحة بكلمتين أو أكثر للكونتريبيوشن مالتك. أنا إذا أسوي هاي بيرفورمانس يعني أداء عالي لمنظومة سيطرة مثلا أكتب بالأبستراكت هاي بيرفورمانس. أنا إذا أشتغل انتليجنت كنترول أكتب بعض واحدة من الكيورد انتليجنت كنترول سيستم. أنا إذا أشتغل إذا أطور بأداء الموبايل روبوت أكتب بالمقالة البحثية موبايل روبوت. حتى اللي شنو أهمية الكلمات المفتاحية؟ هي اللي هي العناوين اللي يجي يبحث بالإنترنت يجد بحثك من خلال الكيورد. أهمية الإشارة بالمساهمة البحثية بعنوان المقالة أو بالكلمات المفتاحية، هذا يساهم بأنه يكون مقالك البحثي له سايتيشن عالي، عدد استشهادات عالي، يؤمن الحصول على ملاحظات حول المساهمة البحثية مالتك، لأن حيجيك فيدباك من القراء. في الانترودكشن يشار للكونتريبيوشن ببارغراف او اكثر، لانه احنا بالانترودكشن نعمل على شيئين، نعمل على طرح الفاندمنتال كونسبت المفاهيم الاساسيه والليترشر ريفيو وشرح بسيط لفكره المساهمه البحثيه، هذا الجزء الاخير من جزء الانترودكشن. البروبلم ستيتمنت و الميثودولوجي منهجية ومشكلة البحث، هنا يجب الإشارة بشكل واضح جدا للمساهمة البحثية. السبب أنه إحنا بالبروبلم ستيتمنت واحدة من الأركان اللي يقوم عليها كتابة البروبلم ستيتمنت أنه هو أطرح جوهر الكونتريبيوشن بشكل معكوس، هناك أطرح كمشكلة وهنا أنا أطرح كريدت إليا ك نتائج أنا توصلت لها. منهجية البحث يجب أن أشير له، لأنه أنا بمنهجية البحث لي وين أريد أوصل؟ اليا نتيجة أريد أوصل لمثل ما أشرنا قبل شوية بالمثال إلى accuracy بالنانو بالسيرجري روبوت، يجب أنه أشير له بالمنهجية اللي أنا أكتبها. بنتائج المقالة يجب أنه تكون إشارة واضحة وبأمور معينة راح نستعرضها بالكونتريبيوشن، لانه اثبات الكونتريبيوشن يكون من خلال النتائج. كيف اوصل وتحقيق الكونتريبيوشن مالتي للفاليديشن؟ من خلال الفاليديشن اللي انطيه بالريزلت. فلذلك راح تكون اثبات الفرضيات الكونتريبيوشن اللي اشرنا لها بالفلوتشارت راح تكون من خلال عرض النتائج. وايضا واحدة من الأمور اللي تحقق لي الفاليديشن، اللي تحقق لي إثبات الكونتريبيوشن مالتي، أنه أقارن مع الدراسات السابقة ومع نتائج النظريات السابقة اللي تم نشرها. بالاستنتاجات يجب أنه أذكر الكونتريبيوشن مالتي كحقيقة مثبتة من خلال النتائج ومناقشتها اللي استعرضتها، ومن خلال الإشارة إلى أن حل المشكلة البحثية، حل البروبلم ستيتمنت تم من خلال الكونتريبيوشن مالتي. لذلك بالاستنتاجات يجب أن أوضح أهمية المساهمة البحثية وأوضح الفيوتشر وورك اللي هو ممكن يكون مبني على هذه الكونتريبيوشن. طرق إثبات المساهمة البحثية، أنا قلنا بالنتائج أنا أثبت الكونتريبيوشن مالتي، لكن كيف أثبته؟ هناك ثلاث طرق لإثبات المساهمة البحثية. تسلسلها الآن أمام حضراتكم حسب الرانك مالته، يعني من هو أفضل طريقة تحقق لإثبات للكونتريبيوشن. أكيد الطريقة الأولى هي التطبيق العملي. ليش؟ لأنه البراكتيكال انستليشن للسيستم اللي أنا دا أشتغل عليه للنظام وإخراج النتائج بدقة مساوية للفرضيات اللي أنا بنيت عليها الكونتريبيوشن مالتي، هذا هو الفاليديشن اللي احنا نقول عليه قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من راد يوصل إلى مرحلة اليقين إشراك راد practical implementation. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. رب العزة أرى كيف يحيي الموتى، هذا practical installation ولله المثل الأعلى. فهذا أول طريقة إثبات للcontribution مادي. الإثبات الرياضي، الإثبات الرياضي طبعا لأنه هو simulation ولأنه الريفيور والمتلقي احنا نفس بشرية مبنية على سوء الظن، ولذلك سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أمرنا بحسن الظن. لو النفس البشرية مجبولة على حسن الظن ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا به. فالريفيور والإديتر دائما أكو question mark حول السيموليشن. ليش؟ لأن السيموليشن مبني على فرضيات ومبني على أمور ما تتضح قدام أمام القارئ، لذلك هو خلينا بالمرتبة الثانية. والتحليل الرياضي أيضا ممكن يكون مبني على أبروكسيميت، وهذا الأبروكسيميت هو question mark في الفاليديشن، لذلك يأتي الإثبات الرياضي بالمرحلة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هو السيموليشن. السيموليشن إخواني احنا عندنا طريقتين بالسيموليشن. طريقة السيموليشن بإيجاد الجرافيكس، و العقدين الأخيرة ظهر لنا الفيرتشوال رياليتي. والفيرتشوال رياليتي طبعا أنواع، صار من عند الأوغمنتد رياليتي والميكسد رياليتي وهكذا. هذه طريقة تكاد تكون أقوى حتى من الإثبات الرياضي لما أبني للسيستم مالتي 3D موديل وأنطي الانستركشن وهو ينفذ، راح يكون الفاليديشن أقوى من السيموليشن، أقوى من المحاكاة، وأقوى من الإثبات الرياضي، وقريب من الإثبات العملي. لكن لأنه هو يربط مع السيموليشن مع أنظمة المحاكاة درجناه ضمن المرتبة الثالثة. طبعا توجد برامج محاكاة كثيرة من باب الفائدة نستعرضها. يعني هذا الموقع يعرض 96 software، وهذه السوفتوير طبعا مقسمة يعني حسب العلوم. إذا نشوف أنه يوجد بهذا الموقع 22 software يعمل على الخدمات اللوجستية للشركات والمؤسسات، ويوجد 36 software برامج استعراض البيانات، وهذا مهم جدا لأصحاب الدراسات الإنسانية، لأنه أغلب الكونتريبيوشن بالدراسات الإنسانية ينبني على استبيان، وهذا الاستبيان يحتاج إلى أناليسز، والأناليسز تحتاج إلى برامج من هذه النوعية، وبرامج إدارة تتابع الأعمال، وبرامج الرسم ببعدين، وهذا الجرافيكس مهم لجميع الباحثين، وبرامج التصميم والنمذجة بال3D، وهذا ما أشرنا إلى بال3D موديل. يوجد 8 برامج يمكن الاستفادة منها. طبعا نشوف الصورة أنه موجود الماتلاب. الماتلاب أصبح تطبيق واسع. أول سنة اشتغلنا على الماتلاب عام 1993 احنا بالعراق، جزاء الله عنا خير الجزاء استاذنا، جابناه من انجلترا بفلوبي 3.5، الاستاذ الدكتور مازن زكي عثمان جزاء الله خير عنا حق الجزاء. بعدها تطور هذا السوفتوير من 93 الى يومنا هذا، اصبح 32 جيجا الانستليشن مالته، أصبح عام بكل العلوم، يتيح الربط بال 3D موديل وتطبيقاته. ولي محاضرة سابقة مع منصة أريد يمكن بال 2021 على تطبيقات ال 3D بحل مشاكل طلبة الدراسات العليا كتطبيق يعضد التطبيق العملي. كيف نطور المساهمة البحثية ونبديها من مساهمة بحثية بسيطة إلى أكبر، إلى أن تكون يعني براعة اختراع؟ مراحل التطوير تتم من خلال الخطوات التالية. التعرف على مستوى المساهمة البحثية بالتخصص، أنا أشوف وين مدى مستوى المساهمة البحثية مالتي بحقل المعرفة اللي أنا أشتغل به، وهل بالإمكان أنه أطورها؟ طبعاً
مبنية على معتمدة على إشباعي البحث العلمي للظاهرة اللي أنا دا أحكي بها، الوقوف على الجوانب التي يمكن أنه أطور بها المساهمة مالتي، إجراءات التعديلات الممكنة على المرحلة الأولى اللي هي الفرضية المساهمة، وتجربة النشر بمجلات عالية التصنيف، لأنه واحدة من الدلالة على أنه أنا دا أتكلم بمساهمة بحثية رصينة أنه يتم قبولها بمجلات عالمية عالية كلاريفيت كيوان إلى آخره. أشكال استثمار المساهمة البحثية، إحنا أخواني الأعزاء نستثمر فقط بالجانب الأول والثاني اللي هو النشر العلمي، والنشر العلمي يوجد نشر علمي متميز للباحثين العرب والباحثين الناطقين باللغة العربية، وتطوير هذه المساهمة كمشروع دراسات عليا. أنا الآن عندي طلبة دراسات، أنا وجدت فد كونتريبيوشن معين ونشرته بكلاريفيت كيو 1، لكن أنا بعد عندي هواية أفكار أريد أشبعها بحثا لهذه لمعالجة هذا الكونتريبيوشن، فبالإمكان أطرحه كمشروع دراسات عليا. طالب دكتوراه يستمر وياي بالبحث 3 سنوات، ممكن نطلع بكثير من المنجزات من خلال هذه المساهمة البحثية. إنتاج أعمال مبتكرة، براعات اختراع، ممكن المساهمة البحثية أطورها بإضافات بسيطة تكون نوفل بحقل المعرفة اللي أنا أشتغل فيه. ها الجزئية الأخيرة وهي جزئية مظلومة عندنا، وإحنا كباحثين عرب مدى نقدر نوصل حتى للمينيمم ريكوايرمنت من الطموح في هذه المسألة. المسألة بها كثير من الجوانب، واحدة من أهم الجوانب دعم المؤسسات اللي إحنا كباحثين خصوصا بالوطن العربي نفتقر له، استثمار المساهمات البحثية كمشاريع إنتاجية. لذلك أنا لأن أنتم حضراتكم جاوبتوا الاستبيان واللي راح أناقشه مع حضراتكم، واحدة من النقاط اللي أنا سألتكم عليها كم مساهمة، كم contribution تعرفه من خلال عملك الأكاديمي تحول إلى مشروع منتج صار إنتاج وصار سيريال برودكت بالسوق، بسوق العمل، كم مشروع تعرف؟ راح نشوف الإجابات، أكيد راح تكون إجابات فقيرة. وقفات مع البراعات الاختراع اللي هي مبنية على مساهمات بحثية بالعراق، احنا عندنا هاي الإحصائية لحد عام 2020 عندنا 6350 براعة بعام 2020، بال 2019 773، الشارت أمام حضراتكم، نشوف بعد 2015 بدأ العدد للكونتريبيوشن يزيد، لأنه إحنا بهذه التواريخ عدد الجامعات زاد عندنا، عدد الباحثين، عدد الناشرين، نسأل الله عز وجل أنه يوفق باحثينا في الوطن العربي وفي عموم العالم الإسلامي. نقف مع حضراتكم على مستوى الوطن العربي، نشوف أنه هذه إحصائية لعام 2019 لبراعات الاختراع، نشوف أنه المملكة العربية السعودية هي بالمرتبة الأولى عالميا، هي 29 ب 4405 براعة اختراع، ودولة الإمارات العربية المتحدة رانك 50، العراق يأتي ثالثا ب 52، والسودان ب 67، وهكذا. هاي باكستان التي بالخطأ من الوطن العربي، تونس وهكذا، مصر أرض الكنانة بتسلسل 58 وهكذا. هذا الجدول أمام حضراتكم بدلالات واضحة وكثيرة على أهمية البحث العلمي وعلى دعم المؤسسات اللي تتلقاه في هذه البلدان. نشوف هنا موقف النشر العلمي اللي هو related للcontribution. قلنا إحنا النشر البحث العلمي يقف على 3 ركائز أساسية، الأولى contribution، ثاني كتابة البحث العلمي، ثم النشر اللي هو الحصيلة النهائية للعمل البحث العلمي. نشوف أنه مصر بالمرتبة الأولى ب 302662 منشر ببيانات قاعدة سكوبس، ثم المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات المتحدة، ثم العراق. هذه الإحصائية صارت قبل 10 أشهر، هذه يوم أمس. نشوف أنه
الآن المملكة العربية السعودية هي الأول ب 3056 ألف و58 منشر، ثم مصر، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم العراق. نسأل الله عز وجل التوفيق لكل البلدان العربية ولكل الجامعات الإسلامية والعربية وأن تحتل الصدارة بالنشر والابتكار العلمي. إجاباتك على هذه الأسئلة الثلاثة هي اللي ترسم لك طريقك بالبحث العلمي. كم عدد البحوث المنشورة اللي تعرفها طبقت كمشروع منتج؟ أنا عندي نشر، بس كم مشروع أنا حققته من خلال مسيرتي البحثية؟ أي واحد بينا مسيرته البحثية 20 سنة 25 سنة يسأل نفسه، لأنه أخواني يجب أن يكون هناك أثر. حتكمل مسيرتك 30 سنة 28 سنة وتطلع تقاعد، شنو الريزلت اللي طلعت به؟ واحدة من مؤشرات هاي الريزلت كم مشروع منتج طلع من الإشراف مالتك على الدراسات العليا أو من خلال عملك البحثي بالجروبات؟ كم عدد براءات الاختراع اللي تعرفها طبقت كمشروع أو أنت ساهمت به؟ كم عدد الأطاريح بالدراسات العليا اللي تعرفها طبقت كمشروع؟ وهذه بعض طبعا المحاضرة أرسلت لحضراتكم بي دي أف، هذه بعض المحاضرات اللي هي ريليتد لهذا الموضوع. أشكركم الشكر الجزيل، ونسمع لمداخلاتكم وأيضا نشوف نتائج الاستبيان مع حضراتكم. بارك الله بكم، شكرا جزيلا. أولا كل الشكر والتقدير للإخوان اللي ساهموا معنا بالإجابة على الاستبيان، وعددهم 38 باحث، شكرا جزيلا. نسبة الدكتوراه 57%، وهذه نسبة جيدة جدا. الماجستير 35 والبكالوريوس 2.6 من ال 38 أصبحوا 39. من يحملون لقب أستاذ هم تقريبا 36% من الاستبيان. نأتي إلى السؤال الأول، هل المساهمة البحثية شرط من شروط النشر العلمي أم هي ركن من أركان النشر العلمي؟ طبعا أجابوا 33% ركن، والشرط هي 51، وليس ركنا ولا شرطا 15%. أخواني الأعزاء، يجب أن نفرق ما بين العمل البحث العلمي والنشر العلمي. النشر العلمي الكونتريبيوشن هو ركن وليس شرط. ليش؟ لأنه احنا بتعريف الركن هو ما كان بداخل الشيء ويقوم الشيء عليه، والشرط هو خارج الشيء ولا يتحقق الشيء إلا به. فالركن الشرط يكون بالبحث العلمي، أما بالنشر العلمي فالكونتريبيوشن يكون ركن من أركان النشر العلمي. نأتي إلى ما يهمنا من أنه الناقشة من الكونكلوجن لمحاضرتنا، كم عدد براءات الاختراع اللي تعرفها طبقت كمنتج كمشروع منتج أصبح منتج سيريال برودكت؟ نشوف أنه 77% ما لا يوجد، ما يعرف. طبعا أهل العلم يقولون إذا أردت أن تعمل يعني نسبة أو إحصائية لأي أمر فتأخذ 5 بيوت أمامك و5 بيوت خلفك وعن يمينك وعن شمالك وتجد هذه النسبة. هذه النسبة تكون متطابقة ل 90 إلى 95 من إحصائيات المجتمع اللي أنت عايش به. كانت تكون نسبة إناث إلى ذكور، نسبة متعلمين، نسبة عجزة وهكذا. فنشوف أنه 77% من ال 38 اللي هم راح يكونون تقريبا ما بين 33 شخص باحث ما يعرف. وليش؟ لأنه احنا فعلا في جامعاتنا العربية تكاد يكون الأمر شحيح جدا أنه نجد براعة اختراع طبقت وأصبحت كمشروع منتج. وهذا ما أشرنا إلى بالمحاضرة، أنه نسعى إلى أنه نستثمر براعات الاختراع. أخواني براعات الاختراع هو مستخلص الكونتريبيوشن، الجهد هذا اللي يقام به مجموعة من الباحثين
باحث. اخواني الاعزاء، البراعة الاختراع اللي عندي انا بمرض سقوط القدم، عام 2009 انا كنت اكمل دكتوراه، فكان مشرفي جزاه الله عني خير الجزاء استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور محمد زكي الفائز. فكرة البراءة كانت واحدة من الافكار اللي انا وجدت نتائج، وجدت بداية نتائجها بعمل اطروحة الدكتوراه. فمن اجت على النتائج قال هذا الموضوع دكتور محمد جزاه الله خير، هذا موضوع يطول شرح، وهذا موضوع يحتاج لفاليديشن، ويحتاج لبناء، ويحتاج لبراكتيكال امبلمنتيشن. ماكو وقت عندنا بالدكتوراه، واحنا اكملنا متطلبات الدكتوراه. هذا خليه، وبعدين بعد الدكتوراه ابدي اشتغل عليه الى ان تحقق. اخواني الاعزاء، بعد الدكتوراه باربع سنوات يلا حصلت على هذه البراءه. هذه البراءه ما شافت النور. موجود ريال امبلمنتيشن، وتم تجربته على 5 حالات باليو ام، لكن بعدها انتهى الامر، ما تحقق اي شيء. هذا مشروع حال الاف، بل يجوز يصل الى ملايين المشاريع. نشوف انه اجابات اللي موجوده اللي هي لان انا مخلي بالاستبيان، هل تعرف حاله واحده ام 3 حالات ام 5 حالات ام 7 حالات ام اكثر من 7 حالات؟ فاللي جاوبوا عن حاله واحده ثلاث مشاريع اللي هم في كل الوطن العربي، وراح نشوفهم. كم عدد الأطاريح اللي أيضا عملت واستثمرت كمشروع منتج؟ تروح الدكتوراه احتمال أكو مشرفين 2 أو 3، وطالب يعمل لمدة 3 سنوات أو أكثر، ونتائج عملية وراها ما شافت النور. هذه النتائج نشوف النتائج اللي وجدت عندنا جامعة الزعيم الأزهر، إنتاج الجبنة من حليب الإبل بواسطة بكتيريا. هذه الطالبة هالة هذا المشروع ويا البروفيسور كمال عبد الرزاق شاف النور، أسأل الله عز وجل أن يفتح عليهم. استغلال قش الرز ظهر يعني، هذا المشروع شايف النور به كمشروع عملي، واستخدام تكنولوجيا الفضاء في إدارة الكوارث والإنذار المبكر، محمد سلام ومروان قضماني. أسأل الله أنه يفتح عليهم اللي قدروا انه يحققون هذا الشيء، انه براءة اختراع او مشروع بحثي، ويكون عفوا اطروحة الدكتوراه او ماجستير، ويكون كمشروع منتج يطلع بسيريال برودكت، يحصل على الايزو ويعتمد يتداوله المجتمع. هذا الاثر هو اللي يجب انه يفخر به الباحث، انه استطاع انه يحقق شيء مبتكر ثم يحوله الى مشروع منتج يفيد الوسط اللي هو عايش به. هذه الصدقه الجاريه اللي تبقى حتى وان تقاضى عليها اجر او غيره او غيره، هذه الصدقه الجاريه اللي راح تبقى الى قيام الساعه. واشكركم واسف على الاطاله. جزاك الله خير سعاده الدكتور، بارك الله فيك.